لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. يا صباح الخير. صباح الفل. شو هالحلاوه اليوم؟ انتي قمر. ميرسي. حلو الشتوي يا عمي، الجو رونقه. فيري نايس. صح. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، حلقه جديده من مشوارنا الصباحي. صح صح، انا لسه مش مكمله ميك اب باي ذا واي. ما في مشكله، اعطوني شويه وقت بس عشان هيك يعني. ابهج. اهلا وسهلا. ابهج. اهلا وسهلا فيكم. يا حبيبه قلبه. طيب هلا احنا اليوم، زمان كنا نحكي بانه الفتيات عاده والصبايا بينجذبوا للرجل السيء. الرجل السيء يعني الرجل النسونجي، يعني الرجل اللي ما بيعيرها اهتمام كبير، الرجل القوي اللي عنده هدف بده يوصل له وانت معاه على الهامش، بغض النظر عن خلينا نقول طموحاتك واحلامك و و و و. اليوم بدنا نعطيكم الاسباب ليش بتنجذب الفتاة لهذا الرجل، عشان ما نضل نقولها انت ليش دائما بتنقي هدول الشباب، دائما عندك هذا النوع، لانه في اسباب نفسيه بتخلينا احنا كنساء خلينا نقول كإناث ننجذب لهذا النوع من الرجال، لأنه بالنسبة لنا الرجل الجيد ممل للأسف. للأسف الشديد، مع أنه الرجل الجيد اللي بدير باله علينا واللي يعني دائما حريص على مشاعرنا وكذا هو شخص إحنا لازم نستثمر فيه، ولكن للأسف اللي بصير كالآتي: هداك سيء. ليش بتحبوه يا نسوان يا مكبوتة؟ لأنه ما عنده ازدواجية. قايل لك أنا هيك حبلك الكحل، حبلك كحلي. هلا هي الست هذا الاشي بالنسبه لها يثير اهتمامها، انه ايه ولا حتى بعمل شوغر كوتينج لكلامه، بدج درجتك العافيه. بقول لك اسمعي، ترى انا زلمه بحب، انا زلمه نسونجي بس انا ملتزم معي، بس مش تحاسبيني على كل كبير وصغير. فانت بتقطعي نفسك. هداك مسكين اللي مو شايف غيرك بالكوكب. بتقولي عنه هبيله. بعدين ايش انت بتحسي لما يكون نسونجي قال واعطاك اهتمام على اساس انه هو من بين نساء العالم؟ اختارك انت، بترجع لقصيده من نزار وبتحطي بلاي، بتشغليها بالضبط، انه انت الوحيده اللي في حياته، انت الوحيده اللي اسرتي قلبه. هذا القلب اللي كل النساء يعني تتنافس عليه وتتبارى للوصول اليه، فانت سبيشال. بس هو شو كمان في شيء قلتيه مهم؟ المشكلة كل كلامي مهم. انت الواحد ما بتبع عليك. صح. هذا المرأة السيئة. كل اللي بحكيه مهم، كل اللي بحكيه مهم. يلا احنا للتنظيف احنا عم ننقل وجهة نظر، ننقل وجهة نظر بعض النساء اللي هو بقول لك يا عمي انا الرجل طباعه سيئة يستهويني، فاحنا عم نفسر ليش. صح. ليه؟ واحنا ما عم نحكي عن شريحة قليلة من النساء، عم نحكي عن فئة كبيرة من النساء. يا أختي تنجذب إلى الرجل اللي مش كتير طيب. طب ما هاي حقيقة واقع إحنا كنساء بنعرفها، صح ولا لا؟ إحنا طبعاً جبنا إيش من عنا؟ لا طبعاً. وبعدين في شغلة كتير مهمة لازم تعرفوها، هو الفكرة إنه في أنواع من الرجال بيكونوا جذابين لكل النساء، يعني متفق عليهم. هلأ شو الفرق بين امرأة وامرأة؟ إنه في امرأة بترجع بتوازن عائلها وبتقول إنه أنا إذا ارتبطت بهذا الشخص، هذا الشخص ما رح يتغير، فأنا رح أتعب معاه، فبتقوم بتروح لخيار تاني، بتبحث عن رجل جيد متزن صادق معاها، صادق مع نفسه، محترم، وبترتبط فيه. بس هذا لا يعني انه احنا مش كلنا كنساء ننجذب للرجل مثلا الشغوف. الرجل الشغوف ليش بيعتبروه البعض من علماء النفس سيء مع المرأة؟ ليش؟ لانه الزلمة اللي عنده شغف كتير كبير. حلو. طبعا احلى اشي بالدنيا اللي يكون عندك شغف. بس قصدي امرأة مشكلته. او رجل. مشكلة الرجل اللي عنده شغف كتير كبير بانه هو زي ما هو عنده شغف اتجاهك، عنده شغف اتجاه عمله، عنده شغف اتجاه الجنس الناعم بشكل عام. صعب جدا تلاقي زلمة عنده شغف بس لامرأة واحدة. هذا بحسب ما بيقولوا، ما بتقول هاي الدراسة، انه انت بالعادة لما بتشوفي انسان مثلا حتى عنده شغف على الطعام، عنده شغف تجاه الحياة، هدول الناس صعب احتوائهم. الحياة الزوجية بتقتل الشغف اللي عندهم، بصير يفهمها كأنها روتين، بصير يشوف ملل كبير بالحياة. فلهيك في بعض الرجال هم هي كصفة مش سيئة، ولكن العيشة معهم صعبة. متعبة وصعبة. بس العيشة متعبة. هلا ما هو انت بتختاري بالنهاية، الحياة عبارة عن مجموعة من الخيارات والقرارات. صح. انت بدك تعيشي حياة عادية. شو يعني عادية؟ عادية مش بمفهومها السلبي، عادية بمفهومها الإيجابي، يعني حياة ما فيها مطبات، خالية من التحديات، خالية من المنغصات،
نايمة على مخدتك مرتاحة، تفهمي أنت وياه، حوار بنشأ بينكم عادي، الأولاد محور الاهتمام، أنت وياه ممكن تصير بينكم هيك قعدة رومانسية بمطعم بمكان بكذا كل شهرين ثلاثة، أنت مبسوطة وهو مبسوط. في بعض العلاقات بالطرف الآخر أو الجانب الآخر من العالم، بعض العلاقات هي علاقات فيها تحديات كبيرة، فيها تكسير صحون، تكسير روس، فيها تسكر الخط بوجهه كل شوي، بس انتوا بتحبوا بعض، فإتس تشويس، يعني هذه الحرب النفسية هي خيار. هلا من الأشياء اللي الست بتحبها بالرجل السيء إنه هو ما بستنى. شو يعني؟ يعني عنده ثقة بنفسه عالية، هو ما بستنى يشوف منك علامات إعجاب حتى يرن لك أو ياخذ رقمك أو يجي يحكي معك بمحل. هو رجل مبادر، مش فارق له. طبعا بتحب قلتي هيك. قلتي لا. وبعدين هو جاي عندك 90% براسه انك انت رح تقولي وانه انت رح تعجبي فيه، واثق من نفسه. ايوه، والست بتموت بالثقه بالنفس، فهي تحب الرجل الذي لا ينتظر. صح. بتعرفوا انه لما بتسالوا بنات كتير مثلا انه شو مشكلتك مع فلان، بتكون مثلا شخص تعرفت عليه لطيف الزلمه ابن عيله ومرتب بس. ومتعلم، بس ما مش واثق بنفسه، ما بيبادر، يعني دائما انه هاي هاو ار يو جود يو، يعني ما فيش سسبنس. البنت كمان بتزهق، يعني البنت كمان بمرحله التعارف، انا عم بحكي اموري للزواج، مرحله التعارف بدها مفاجاه، عنصر المفاجاه لازم يكون حاضر. الزلم المبادر بفاجئك، فخليكي تصفني وتبتسمي. شفتوها هاي الصفنة انه كيفك قال الشهقة بالضبط. ايوه، لما تقري المسج بتحس انه مش دايما نفس تقليدي، متجدد وما بخاف وجريء. ديري بالك منه. شوفي العتب هون مش على الرجال، العتب على الستات. كيف يعني؟ يعني دايما لما بيحكوا بقضايا المساواة وبيحكوا عن حقوق المرأة بتلاقيهم السيدات بطالبوا بعدة امور، وفي امور طبعا حقيقية وإحنا معها ومؤمنين فيها قلبا وقالبا، زي مساواة الأجور وزي المناصب وزي وجود المرأة في المجتمع وحرية التعبير اللي لازم تكون موجودة عندها وما إلى ذلك. تيجي بتسألي نفس الست، نفسها اللي بتكون قاعدة بالمؤتمر، بتقولي لها طب إنه أنت مثلا لما بتطالبي بالمساواة، المساواة يعني تشمل كل الجوانب الاجتماعية، بتصفم بتقولي كيف يعني؟ بقولها مثلا إذا أنت طلعتي مع رجل وقسمتوا الفاتورة، هاي هي المساواة. مثلا بدل ما هو يمر ياخدك أنت تمري تاخدي. لما تتجوزوا العرس بيكلف مثلا 10,000، خمسة منك خمسة منه، تصفر النهار. لا مو هيك يعني. احنا قصدنا هلا في البعض بيقول لك انا هيك تمام، هدول على عيني وعلى راسي. انا من الناس اللي انا لا اؤمن بالمساواة، انا اؤمن انه المرأة كائن عظيم والرجل كائن عظيم، هم مش زي بعض، واللي كمان بتقدر تعمله المرأة الرجل ما بيقدر يعمله. بس مو حلو نتساوى هالقد يعني. لا قصدي انه احنا غير، يعني انت كيف بدك تساوي مثلا الشاي بالقهوة؟ طبيعة مختلفة طبعا. اوكي، فهلا شو اللي بيصير هون؟ انا هاي النقطة اللي بدي اوصل لها، بانه الست بتحب الزلم المسيطر، يعني بتحب تحس انه هي بدها ترتمي تحت جناحه وهو السند والامان. طب ما حلو. بالضبط. قلة قليلة من النساء اللي بتقول لك، وفعليا هلا الحكي غير عن الفعل، فهي بتقول لك لا انا ما بهمني، انا زيه ماشي على عيني وعلى راسي. هديك اللي بتحب ترتمي تحت جناحه، عمين بتدور على المسيطر. المسيطر مش بس بتكون سيطرته بانه بتنرمي تحت جناحه، هو مسيطر بكل جوانب الحياه. الله عليك. بس فلهيك بيعتبروا البعض انه الرجل سيء. كثير صح هذا الحكي اللي بتحكيه رهوفه. واحنا لما نقول انه احنا ما بدنا مساواه 100%، لا، في بعض الستات يمكن بزعلوا، لا احنا معكم، احنا عم نشوف الجانب الايجابي والمشق. احنا مع انه ناخذ حقوقنا كامله في الحياة ويكون لنا شأننا، اصلا احنا اثبتنا انه احنا قياديات، رياديات، قادرات، معيلات. ولكن بنفس الوقت هاي الطبيعه البشريه انه يكون في رجل انت تكوني تحت جناحه، وهي طبيعة جدا رائعة إذا نتطلع على تفاصيلها. تحسي بالأمان، يقولك عبارة كل إشي رح يكون منيح، فتنامي على مخدتك وإنتي مرتاحة. هاي مطلوبة في حياة شرسة، في حياة فيها عدد كبير جدا من المعارك. حلو يكون في هذا الأسد. صح. وتكوني إنتي لبؤة. هلأ في بعض الأحيان هذا الأسد هو يخضع، وهذا الأسد بمشي لك كتير من التفاصيل، بس بنفس الوقت دوره الطبيعي بيحتم عليه إنه هو يكون أساس صلب. فهذا أصلا بالموضوع. مستمرين معكم بحلقتنا لليوم، وعم نحكي عن أسباب بتخلي المرأة تنجذب للرجل السيء.
دائما احنا بنربط الصفات السيئه بالامور السلبيه. الصفات السيئه مش بالضروره تكون سلبيه بالمطلق، هي نسبيه. يعني كمان مثلا الرجل، خلينا نقول النسونجي المحب للنساء، هذا الرجل بيعرف مفاتيح المرأة، فبالتالي هو لما يتعرف عليك على طول بيملك قلبك، أو على القليل بيعلم بمكان معين. يعني أنت خلينا نقول بإيفنت، بحدث اجتماعي، لقطي يعني خلص روحتي متذكرة مين فلان، مش إنه مرأة مرور الكرام يعني على نطاق العمل خلينا نقول. فالفكرة بالموضوع إنه أيضا كمان الرجل اللي ما بيعرف مفاتيح المرأة، أنا بالنسبة لي هذا رجل سيء. يعني في كتير ناس مثلا الابن اللي بيكون متعلق أو بيعرف تفاصيل والدته وإخواته بالبيت، بتلاقيه لما يتجوز بيكون كتير مريح لزوجته، لأنه متعود على أمور الإناث، متعود على بعض التفاصيل اللي بتزعجهم، اللي بتضايقهم، اللي مثلا ممكن إنه كيف نهارها يقلب وهو مش فاهم شو السبب. هاي الأمور الواحد الولد بتعلمها من أهله، من بيت أهله. فبالتالي أنا ما عم بقول، أنا ما عم بشجع على النسونجي، أكيد لا، لأنه النسونجي ما بيتغير ومتعب، وأنت بتتجردي من كتير أمور لما ترتبطي بالرجل النسونجي. ومبارح بقول لنادي حطينا فيديو عن فنانات اللي تخانوا، هم بيضحكوا وهم بيحكوا، بس هي بتضحك اليوم بعد 30 سنة، وقتها كانت تبكي ومش شاعرة بأنوثتها وا 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 وا. ففكرتي بالموضوع أنه أنت ما بيكفي أنك تكون بس زلمة منيح وطيب ومحترم، لازم كمان تبدأ تقرب لهاي الست، يعني تقرب لها تفهمها تشوف هي شو بتحس. مش دائما انه انت قيمك الذكورية عالية وهي المفروض تلاحق فيك وهي المفروض تفسق، خلص مرات احتضنها استوعبها. يعني ما بكفي والله طيب ومحترم وصادق وما بكذب علي وما بيخون. طيب ما هي كمان حلو، يعني هاي الصفات حلو انها تكون موجودة، ولكن الست بحاجة الى اشياء كثيرة اخرى. هلأ مثلا زي ما احنا بقولك ما تعاملي زوجك زي كأنك امه والدته، صح عامليه كأنك زوجته، لانه ما في حد راح يحل محل امه، وهذا الدور هو مش مطلوب منك انت، لأن الرجل بيصير يدور في امرأة أخرى على زوجة، صح، أو على شريكة حياة، ما بده أم تانية. أيضا الست هيك، الست ما بدها أب تاني. يعني أنت أب جيد مع أولادك ممتاز، بس هي كمان بدها رجل يكون يخاف عليها بحب، صح، يغار عليها، يدير باله على تفاصيلها. هلأ في ست بعتت لنا شغلة يعني لفتت انتباهي، امرأة، أنا امرأة تفضل أن تموت واقفة بقلب فارغ على أن تحيا منحنية بنصف حب ونصف اهتمام ونصف رجل. أن تصل خير أن لا تصل أبداً، تصل متأخراً. بالضبط، هاي بدك تفسريها النقطة. أكيد لما نرجع لها هاي. شوفوا هلأ إحنا يعني دائماً منحاول هيك نضوي على بعض الجوانب اللي ما بيكون إلها تفسير، وإحنا كمان عنا ما بيكون في لها تفسير. فإحنا بالتالي لما بنقرأ إشي بنحاول إنه نقرب لكم يا نوصل لكم يا من خلال المواضيع اللي بنطرحها بصحصح. هلأ موضوع الرجل السيء أو الرجل صعب المنال، زي ما في مرأة صعبة المنال في رجل صعب المنال. بعض النساء هي مثلا بتتعرف على شخص بتعرف إنه هو صعب المنال، بتحس إنه هو غير مهتم فيها، زي فيلم He's just not that into you، بيكون واضح. في مرة شخص قال لي في فرق بين الرجل اللي وقع بالحب وشخص معجب. المعجب بيضله دائما مسيطر على حاله، ما بيستنى، بتحب تشوفيه شفتيه، ما بتحب تشوفيه عادي يومه بتابع طبيعي، ما عنده الهوس فيكي. الزلمة لما يوقع بالمعنى الشعبي لإلها he's falling يعني هو خلص، هو انت ملكتي افكاره ووقته وتركيزه، بصحى الصبح بفكر فيكي، بده يشوف شو عملتي، بده يسوي، بده 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 بده. هلا هذا ينطبق على كل الرجال، ما له علاقه بالرجل الجيد او الرجل السيء، هذا متفق عليه. ولكن الرجل صعب المنال لما انت تستثمري وقتك معاه سنه وسنتين وما تلاحظي اي بوادر تغيير، معناته خلص it's a lost case. يعني هاي القضية لفي الملف، ومش ضروري تعتبري انك فشلتي، اعتبري انه مش كل رجل بالدنيا بده يحبك. يعني كمان احنا كبنات كنساء لا نقبل الهزيمة، انا بدي اغيره وبدي اياه يصير يحبني، وبعدين بتكتشف انه لا والله هو مش الشخص المناسب. طب هذا كله وقت ضايع، هاي كلها حياة ولحظات، وانت بتدخلي، انا بعرف قد ايه البنت بتدخل كمان بهيك يعني زوايا معتمة انه هي كل افكارها بشلها، بطل عارفة تشتغل، بطل تقدر تطلع مع اصحابها، بتقدر تقعد مع اهلها، لانه هي كل تفكيرها بشاشة التليفون، ايمتى بده يرن، ايمتى بده يبعث، وين راح، وين اجا. ففي ناس ما راح يعجبوا فيكي
وما رح يحبوكي وما رح يوقعوا عادي. هذا لا يقلل من أنوثتك ولا بيقلل من جمالك ولا من ذكائك، وفي زلمة رح يموت فيكي. الله عليك، مش يعني هلأ مش ضروري كل الناس يحبوكي عشان ثقتك بنفسك تصير مليون. يعني هذا الإشي كتير أساسي. اسمع، امبارح حضرت فيديو عليه ملايين المشاهدات، فيديو يلخص بعض العلاقات. احنا دائما بنقول للست انه الرجل يحب الاهتمام وانت بتحب الاحترام والحب. هو بحب تهتمي فيه وتهتمي بحالك. القصة بشكل هيك سريع جدا، يعني المشهد مختصر. ست زوجها كان دائما يعلق لها على الستريتش ماركس، انها نصحت بعد ما جابت البيبي وما رجعت ضعفت، وانها دائما بتلبس الوان باهتة. فهي يعني كان يؤذيها وكان يمارس معاها العنف اللفظي بأسمى معاني، تجريح. مش بأسمى، بأكبر معاني التجريح. فليوم من الأيام قعد معاها قال لها I fell out of love، أنا ما بحبك لأنه أنت فيكي كتير أشياء ما بتعجبني، أنت مش الست اللي أنا تعرفت عليها. فيقرر أنه هو يترك البيت. قالت له طب والبنت، في بينهم بنت. قالها بتدبروا حالكم انتي قوية، وترك البيت. هلأ بعض الرجال يعتقدون بأنه البريق اللي موجود في البدايات سيدوم. في أول العلاقة بس توصلك مسج بأشعر بدنك طبعا، ونوتيفيكيشن ممكن تغير لك مودك، حتى لو أقرب الأقربين منك مثلا مريض. صح صح صح. قلت لكم مرة عن بنت في عزة أبوها كانت تدور على شخص بتحبه، إجا عزة. هذا الإكستريم طبعا طبعا، وبتصير كتير. وبتصير صح؟ كتير. المهم فهذا الرجل بيروح مع امرأة أخرى اعتقادا منه بأنه الست الثانية هاي رح تضل معاها الحياة فرفشة وفراشات وبدايات طبعا وألوان مشقرقة. البداية بتخلص والشغف بتغير شكله لو مع مين ما كنت تكون، ما يبقى هي المشاعر الأصيلة. المهم فبزهق من الثانية. الأولى اللي تركها بتصير تهتم بحالها، بتصير عندها وقت أكتر، بتصير تهتم بحالها عشان حالها. فبعد سنة بيشوفها بصدفة بمكان، بنبهر بقديه هي صايرة هيك يعني ديفا. فبقترح عليها انهم يرجعوا. بتقول له It's too late. فأنا فكرتي من وراء هاي القصة، اهتمي بحالك عشان حالك. ارضاء الآخر غاية لا ولن تدرك، والآخر ما بده يسمع تبرير إذا هو مقتنع بقناعة معينة عنك. خلص انت بطلتي. اوكي فاين. طبعا هي الست بعدين عرفنا بالفيديو انه هي يعني ما بعرف اذا هو مبرر، ما كانت تهتم بحالها عشان هي كانت معجوقه بالبيت، كانت تلبس الوان باهته لانه هي ما بتقدر تشتري كتير، بدها هو وبنتهم يكونوا دائما لابسين إشي مرتب. فهي تحت بند التضحيه كانت ست عايشه على الهامش. اهم إشي سعادتك النفسيه، بي هابي، تعمل اللي حواليك سعيدين. صح 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 ص